بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تحدثت في اللقاء الماضي في موضوع بعنوان شاب نشأ في عبادة ربه. سأتمم الحديث في هذا الموضوع. فأيها الشاب، فإذا نشأت في طاعة الله سبحانه وتعالى فإنك تكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله لا ظل إلا ظله. إذن أنت من السبعة اللي كيظل الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فأنت إذا جهدت نفسك وطلبت الله سبحانه وتعالى أن يهديك، فالله سبحانه وتعالى سيهديك وتكون من هؤلاء السبعة. فالله سبحانه وتعالى أثنى في قرآنه عن شباب، عن فتية. فإذا قرأت سورة الكهف ستطلع على هؤلاء الشباب، هؤلاء الفتية الذين تركوا قومهم واعتزلوهم ولجوا إلى كهف، إلى غار في جبل، لأن قومهم كانوا يعبدون الأصنام ويتقربون إلى الوثنية، فاعتزلوا قومهم ونشأوا في عبادة ربهم. فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فالله سبحانه وتعالى زاد هؤلاء الهداية لأنهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى ونشأوا على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى حفظهم ويسر لهم كهفا، أووا إلى ذلك الكهف وناموا في كهفهم 309 سنين. ناموا في كهفهم 309 سنين ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. إذن 309 سنين حفظه الله سبحانه وتعالى في هذا الكهف، ولم تأكل الأرض أجسادهم. إن من حفظ الله حفظه الله سبحانه وتعالى، كما بينت في الحديث السابق. إذن فعليك أيها الشاب المسلم أن تقتدي بالشباب الصالحين، وأن تكون مثل هؤلاء الفتية الذين فروا بدينهم إلى الله سبحانه وتعالى واعتزلوا قومهم الذين كانوا على غير طاعة الله سبحانه وتعالى. واغتنم أيها الشاب خمسا قبل خمس، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعظ رجلا فقال له: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. فالشاب إذا نشأ في عبادة الله سبحانه وتعالى، فإذا أصبح هرما
فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له ما كان يعمل في شبابه. شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، أي قبل مرضك. الإنسان ما دام في الصحة فعليه أن يطيع ربه ما دام هو في صحة جيدة، أما إذا جاء المرض فلا يستطيع، فلا يقوى على عبادة الله سبحانه وتعالى. صحتك قبل سقمك أو مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. اغتنم خمسا قبل خمس أيها الشاب. فالشاب الذي نشأ في عبادة ربه فإنه يغتنم هذه الخمسة، وخاصة شبابه قبل هرمه. إذن فأنصحك أيها الشاب أن تنشأ في عبادة الله سبحانه وتعالى قبل أن تندم، قبل أن يأتيك الموت، قبل أن يأتيك الهرم، قبل أن يأتيك المرض. ونسلم يقول في حديث آخر أن الله سبحانه وتعالى يسأل العبد، يسأله عن أربع خصال. عليك قول الله سلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، فين أفنى هذا العمر؟ هل في طاعة الله سبحانه وتعالى أو في معصيته؟ عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، فين أبلى هذا الشباب؟ هل في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ هل في المخدرات؟ هل في التدخين؟ هل في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ أم في معصيته؟ وكذلك عن ماله، من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟ هل اكتسب هذا المال من حلال أو من حرام؟ هل أنفقه في الحلال أم في الحرام؟ ومن علمه، وعلمه ماذا فعل فيه، وفي رواية ماذا عمل به، وعن علمه. إذن كم من واحد يتعلم العلم ولكن ربما يعمل بهذا العلم المعاصي. ولكن الشاب الذي نشأ في عبادة الله سبحانه وتعالى فإنه يغتنم هذه الخصال الخمسة، وكذلك يغتنم فرصة الشباب. سأقص عليكم بعض القصص باش الإنسان يعرف أن ماشي كل الشباب يعصون الله سبحانه وتعالى، وإنما هناك من الشباب الذين يخافون الله سبحانه وتعالى، والذين يفكرون في لقاء الله سبحانه وتعالى. أذكر مثلا مصعب بن عمير. مصعب بن عمير وقصته مشهورة في التاريخ الإسلامي. مصعب بن عمير كان أنعم شاب بمكة، كان يأكل ما يريد ويلبس ما يريد، وكانت الأم ديالو كتهلا فيه بزاف، كتشريه أحسن ثياب، كان يأكل أحسن الطعام. ولكن لما دخل الإسلام، حبسته أمه وما خلاتوش يخرج إلى أن يسلم. ولكن في يوم من الأيام فر، فتركته بدون كسوة وبدون طعام، فهاجر أولا إلى الحبشة مع الصحابة، ثم رجع إلى مكة. وبعد العقبة أسر الناس
إلى المدينة سفير، أول سفير في الإسلام، وكان يدعو الناس في المدينة المنورة، وكان يصلي بهم ويعلمهم القرآن والدين الإسلامي، حتى أسلم شباب كثر على يديه. إذن هذا مصعب، شكون اللي غلاه باش يترك الحياة، متاع الحياة، هذا الدين؟ لأنه أراد الجنة، أبغى الجنة، فضل الآخرة على الدنيا. ولكن الكثير اللي كيفضل الدنيا على الآخرة. إذا الإنسان يفكر أنه لابد يلقى الله سبحانه وتعالى، خصو يفضل الآخرة على الدنيا، لأن هذه الدنيا لا تدوم، هذه الدنيا كساعة فاجعلها طاعة، والنفس الطماعة عودها القناعة. كثير ديال الشباب همهم الشهوات، الملذات، الفتيات، ولكن الشاب الطائع همه الآخرة، همه الدنيا، همه الآخرة، لا، ما عندوش الهم ديالو في الدنيا، وإنما يأخذ من الدنيا ما أحله الله سبحانه وتعالى. أما الحاجة اللي حرمها الله سبحانه وتعالى ما كيتقربش منها. إذن الإنسان يعيش في هذه الدنيا ولكن على الحالات. الإنسان قبل ما يدير شي عمل، أولا خصو يعرف واش هذا العمل كيكون في مرضات الله سبحانه وتعالى أو في سخطه. يعني قبل ما ندير شي حاجة، قبل ما نتقدم شي عمل، خصني نعرف واش هذا العمل يرضي الله أم يسخط الله سبحانه وتعالى. كل إنسان أولا يسأل نفسه، هذا العمل اللي غادي نديرو واش كيبغيه ربي، واش كيبغيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو الله سبحانه وتعالى غادي يحاسبني على هذا العمل. إذا كان الله سبحانه وتعالى غادي يحاسبني على هذا العمل، إذن ما غاديش نديرو، ندير العمل اللي غادي الله سبحانه وتعالى يتقبلوا مني. الله سبحانه وتعالى كيتقبل من المتقين. ومصعب بن عمير نشأ على طاعة الله سبحانه وتعالى، ومات في غزوة أحد، استشهد، مات شهيدا في غزوة أحد، فرضي الله سبحانه وتعالى على هذا الشاب وأحبه الله سبحانه وتعالى. ولما مات كان لابس واحد البردة، لما كان يغطي الصدر ديالو كتبان قدميه، ولما يغطي القدمين كيبان الصدر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كفنوا في هذه البردة وغطيو الصدر ديالو، خليو الرجلين وغطاهم بواحد الرباع يسمى الإدخال. قصة أخرى لعل الشباب يستفدوا، قصص ديال الشباب الطائعين. واحد الشاب طالب في أمريكا وهو فقير، في يوم من الأيام أركب في المصعد أسنسور مع كثير ديال الناس، وبقى كينزل واحد مر واحد، حتى بقى غير هو مع واحد الفتاة، واحد الشابة أمريكية متبرجة، وكان هو كيشوف غير في الله، ما كيشوفش في الفتاة، ماشي بحال كثير ديال الشباب يمشي للخارج خصو يتزوج بيهودية ولا ألمانية ولا هولندية ولا كيما كان ويخرج على الدين ديالو. لا، هذا كان تقي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاللي كيتقي الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى غادي يعوض له ما احسن، الله سبحانه وتعالى غادي يرزقه، الله تعالى غادي يسر له في الحياه ديالو وفي الاخره، في الدنيا والاخره. اذا هذا الشاب
لما بقى في أسانسور هو والشابة متبرجة أمريكية، ولما نزل من المصعد تبعته قالت له واش أنا ماشي زينة؟ واش أنا ماشي جميلة؟ قالها علاش أنا ما شفت فيك؟ قالت له راه بزاف ديال الشباب كيطلبوني إما للحب إما للزواج، وأنت ما شفت فيا نهائي، أنا كنت خايف لما بقينا غير جوج بينا. قال هاد الدين ديالي ما كيسمح ليش باش نشوف فيك. قالت له إلا كان الدين ديالك ما سمح لكش باش تشوف فيا، اش هاد الدين اللي عندك؟ قال انا عندي دين الاسلام، انا مسلم. وانت يا؟ قالت انا مسيحيه. قالت له واش ممكن تزوج بي؟ قالها لا. قالت له علاش؟ قال انت يا مسلمه، انا مسلم وانت يا غير مسلمه. قالت له انا غادي نسلم، تزوج بي؟ قالها ايه نسلم. قالت له غادي نسلم ولكن ماذا افعل؟ علمنا الاسلام كيفاش غتدخل في الدين الاسلام، ولما سلمت تزوج بها، وهي كانت عندها تركه ديال باها، ومن بعد تحولت جميع التركه وتنزلت له على جميع التركه على الاموال ديالها، واصبح هذا الشاب مليونير. اذا هذا الشاب كان تقيا، فالله سبحانه وتعالى ارزق له هذه الفتاه وأسلمت على يديه وأعطت له جميع الأموال. إذا هذا هو الشاب الذي نشأ في عبادة الله سبحانه وتعالى. وأقص عليكم قصة ثانية، وهذه القصص للعبرة باش الناس تكون عبرة، لعل الشباب يطلعوا ويفكروا في الشاب في الشباب ديالهم، ويفكروا في الآخرة، وما ينساوش اللي قال الله سبحانه وتعالى، ما يكونوش غافلين. القصة الثانية قصة واحد الشاب حرق الأصابع دياله. ما هو السبب؟ هذه القصة تداولت في الكتب وفي انترنت وعند العلماء، كل واحد كيفاش قصة هذه القصة، كل واحد كيفاش عاود القصة، وإنما مجمل القصة أن فتاة دخلت على شاب، واحد طالب كان كيسكن بوحده، دقات عليه قالت له أنا بكيت أون بار، إذا دابا راه الليل، العائلة ديالي ما عارفين مشاو، ما عنديش الساروت، ما عنديش المفتاح، نبات عندك حتى الصباح، حتى الصباح، ودخلها. وهذه الشابة كانت معت في هذا الشاب، ولكن هذا الشاب كان تقيا مؤمنا، عطى لها الناموسية ديالو، كان نعس على الناموسية، أنا نعس في الأرض. وماذا كان؟ كان الشيطان يوسوس له، كيوسوس الشيطان باش يفعل الفاحشة مع هذه الفتاة. ولكن في تلك الليلة كان يقوم الليل وإلى عيا يقرأ القرآن، وعنده الشبع، داك الشيء ما كانش الضوء، عنده الشبع. فوقاش ما وسوس الشيطان كيحرق السبع ديالو في الشمعة، حتى صبح الحال. صبح الحال البنت مشات، لما ذهبت إلى الوالدين ديالها قالوا لها فين بنتي؟ قالت لهم أنا بنت مع واحد الشاب، ولكن هذا الشاب كان يقوم الليل ويقرأ القرآن ولم يمسني بسوء. وأنا تعجبت، كان يحرق أصابعه وظننت أنه يفعل السحر مجنون، وأنا خفت. وبقبها خرج من البيت كيقلب على وكيسأل على هذاك الشاب، لأن عينات له، قالت له راه عنده واحد البيت في مكان كذا، وبقى كيقلب وكيسول واش هذا الشيء صحيح. لما وصل إلى بيت الشاب
دق عليه قال له يرحمك الله بغيت نشرب انا عطشان، وعطاه الكاس ديال الماء وشاف الاصابع ديالو تحرقوا. قال له مالك ولدي واش وقع لك شي حديده؟ قال له الوالد سبحان الوالد ديالو راه امس بات عندي واحد الفتاه وكان الشيطان كيوسوس لي، فوقاش ما وسوس الشيطان كان حرق صبعي. قالوا يا الله تعال معايا اليوم يتغدى عندي. اداه البيت، لما وصل البيت لدارو حط له الغداء وقال لبنته تعالي. لما شاف هذيك البنت قال له هذه هي البنت اللي بات عندي البارح. قال له مادام انت بقيت كتحرق الاصابع ديالك وتقوم الليل وتقرا القران فهذه زوجتك من الان، انا غادي نعطيك بنتي ما تخلص حتى شي حاجه. هذه قصه ثانيه، واليكم قصه ثالثه وبها اختم. ربما سمعت بصاحب التفاحه. صاحب التفاحه هذا شاب في العصر الاول الهجري، كان فقيرا يتعلم العلم، كان يتعلم العلم ولكن فقير. واحد النهار كان جائع، كان جيعان، دخل واحد البستان هز واحد التفاحه، ومن كلا التفاحه فكر في عذاب الله سبحانه وتعالى ان هذه التفاحه ليست ملك ديالو، وبقى كيقلب على صاحب البستان. لما جبر صاحب البستان دق على دارو قال له اسمح لي. لما خرج قال له اسمح لي راني كليت التفاحه من البستان ديالك. قال له ما غاديش نسمح لك، الحساب يوم القيامه. وبقى تما بلع عليه الباب. هذا الشيء كان بعد الظهر، بعد صلاه الظهر بلع عليه الباب وبقى الشاب يبكي، بقى كيبكي عند الباب. وذل العصر خرج هذا صاحب البستان باش يصلي العصر، جبر هذاك الشاب مازال كيبكي. قال له يا عم اسمح لي والا غادي نخدم عندك العمر ديالي في الفلاحه. قال له غادي نسمح لك بشرط. قال له ما هو هذا الشرط؟ قال له غادي نزوج لك بنتي، نعطيك بنتي، لان انا جبت هذه القصص الثلاثه كتكلم على الزواج، لان الشباب المهمه ديالهم هما الفتيات، لان الانسان الا بغى يحسن نفسه الا بغى يبعد على الشهوات يحاول يتزوج، كما قال عليه وسلم يا معشر الشباب خصكم تزوجوا، اللي ما استطاعش علي بالصوم، لان الصوم كيكسر الشهوه. يا معشر الشباب ما استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. اما الانسان غافل يمشي مع الفتيات وبقى يتفلى عليها غادي نتزوجك غادي كذا وغدا كذا، اليوم عطيك التليفون اليوم اصلح هذه الفتاة مع الفتاة الاخرى وكذا، لا. اما الشاب الذي نشا في عبادة الله لا يعرف الكذب ولا يتبع اي فتاة، وانما اذا اراد الزواج فعليه ان يذهب الى ابي الفتاة وما يتفلاش على الفتيات. اما هذا قال له الشرط هو تزوج بنتي، وفرح الشاب فرح. لما شافه فرح قال له ولكن خصك تعرف راه هذه الفتاة ما كتكلمش، هذه الفتاة ما كتسمعش، هذه الفتاة ما كتشوفش، هذه الفتاة مقعدة ما كتمشاش. وهنا حزن هذا الشاب وبقى كيفكر في عذاب الدنيا مع هذه الفتاة المقعدة التي
ما كتشوفش ما كتسمعش مقعدة ولا عذاب الآخرة اش يدير؟ فكر مزيان. قال له يا عم انا غادي نتزوج بها. قال له موعدنا يوم الخميس. يوم الخميس اجي انت ما دير حتى شي حاجة، غادي تجبر غادي نديرو العرس نهار الخميس. نهار الخميس مشى حضر في العرس، في الاخير قال له هاد البيت ديالك، الزوجة ديالك هنا في هذا البيت. لما دخل على تلك الفتاة واش يقولها؟ السلام عليكم. انا عارف انه ما تسمع، هي اللي نطقت السلام عليكم ورحمة الله. تعجب قال هباك، قال لي انت ما كتسمعي ما كتشوفي، ها مقعدة ما كتمشاش كيف؟ قالت له جلس جلس نقول لك با. قال لك انا ما كنتكلمش، ما كنتكلم في الحرام، لا غيبه لا نميمه، اذن انا كنتكلم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. انا ما كنسمعش الاغاني، ما كنسمعش الغيبه، ما كنسمعش النميمات، اذن انا اسمع القران واسمع كذا مزيان. وكذلك قال لك با انا ما كنشوفش، انا ما كنشوفش الحرام، ما كنشوفش الشباب، ما كنشوفش، اذن انا كندير غير الحاجه التي ترضي الله سبحانه وتعالى. وانا ما كنمشيش الى الحرام، ما كنمشيش الاماكن اللي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. كيقول هذا الشاب لما دخلت عليها كانها حور العين، حور العين خرجت من الجنه الى هذه الدنيا. هكذا ايها الشباب، فعليكم بطاعة الله سبحانه وتعالى. إذا أردتم الجنة، إذا أردتم حور العين، فالله تعالى سيرضى عنكم. فاللهم اهد شبابنا إلى ما تحب وترضى، اللهم اهدهم إلى طريق المستقيم وإلى طاعتك، وأدخلهم الجنة برحمتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.